راه ماشي حلال، البنت راه بنت الحرام، البنت راه بنتي، راه حرام، راه ماشي حلال. لان انا ما داير معاها علاقه. دي غادي نقول لك واحد القضيه، لا انت ولا اختك اللي هي هي معايا اللي هي بنتي حتى شي علاقه بهادشي كامل، غادي نتوما ضحيه ديال الام ديالكم. اولا السلام عليكم وتحية كبيرة لكم وشكرا لكم على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات ديالي. غادي نكملوا تتمة ديال القصة ديال عادل ميلودي مع عزيز الخطابي وأمنية. فكما شفنا كاملين الخرجة اللي خرج عادل ميلودي في واحد لايف وصدم الجميع، قال الاسم ديال الأب ديال عزيز، وكذلك هان أمنية واحد الإهانة اللي إهانة بصراحة ما يتقبلها حتى شي واحد، وهي كتشوف بعينها حداه. قال لها بان انتي راكي بنت حرام، يعني ماشي بنت حلال، لحقاش ما دايرش مع امها الوراق، وما عمرها تحلم هي وخوها انهم يدخلوا في الحاله المدنيه مع اولاده. فهذا المقطع اللي سمعته في الاول ما هو الا الشيء القليل. غادي نخليكم تكملوا الفيديو وكملوا حتى الاخر باش تسمعوا مزيان شنو سمعت أمنية على وديناتها. ومازال هذه غير البدايه، مازال غادي تشوف الكثير والكثير. فما نطولش عليكم خوتي، نخليكم تكملوا الفيديو وكنتمنى لكم مشاهده طيبه. راه ماشي حلال، البنت راه بنت الحرام، البنت راه بنتي، راه حرام، راه ماشي حلال. لان انا ما داير معها لا قعيط، ما داير معها لا فاتحه لا والو، فهمتيني؟ هذا هو الوقت. زائد البنت ديالي اللي انا ملي ولدات قالت لي السيده بنتك، وانا عرفتها بنتي، انا ما عنديش غرام ديال المشكل، وقلت للعالم بان. ولكن انت واش عارف بوك اصاحبي؟ ما يمكنش يعرف بوه، فهمتيني؟ علاش دابا هاد الهضره كتجرحو وكتجرح بزاف الناس السعايه اللي معاه؟ داكشي علاش كينوضوا كيحاربوني، كينوضوا يدافعوا معايا. انا غادي نقول لكم غير واحد القضيه باش يفهموا واحد القضيه، بان الام ديالو راه طير وتسخف ودير تسعية، راه ما عمرك ما غادي تكون في الحاله المدنيه لا انت ولا اختك. ديروها في القاضي، لان فهمتيني، لانكم نتوما راه جيتوا من الزنقه، ما عندي لكم. البنت مسكينه امنيه، راه امنيه بنتي، انا كنقول لك قدام العالم راه بنتي، وما عارفه والو مسكينه وما فاهمه والو، انت هذاك غير ضحيه. اما انت راه ضحيه ديال بوك اللي هو ماشي انا، الضحيه ديال بوك، وبوك ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غنقول للعالم كامل شكون هو بوك، انا غنقول لهم شكون هو بوك. وبغيتي نقول لك شي قبل ما توصل المحكمه، نقول لك شكون هو بوك. بوك هو بوق طب، شوف بوك طب اللي كتريح معاه، اللي كتكيف معاه الجوانات وكتعيش معاه الحياه السعيده، هذاك هو بوك. انا نهضر معاك ولدي ديشان غير باش فهم، باش يعني باش انا كنقول لك بحال هكا، كنزيد نميل فيك، كنزيد نعقدك، كنزيد نهبلك، باش الناس يقولوا لا ما تقلقوش. لا خصني نقلقك، فهمتيني؟ انا عارف الناس غادي يقولوا هذه اللي حشومه ما تقولش هاد الهضره، لا غنقول هاد، لان هاد الهضره هادي، لان هو فهمتيني استهزاء بي انا، حيت مريض كيقول لكم راه مريض، زعما كيستهزاء بالمرض ديالي انا. لا، انا غنستهزاء لك بالام ديالك. الام ديالك راه هي الشريفه الخفيفه، هي اللي دات البلبله، هي اللي كتقول لك نهار الاول شكون هو بوك. هذا هو الواقع. انا كنهضر معاك نيشان الهضره، انا عارفه قاصحه عليك، وعارفه غتضرك، وعارفه ما غتعجبكش، وانما هذه هي الحقيقه. بغيتي الحقيقه من عند عادل الميلودي، هذه هي الحقيقه. بوك هو بوك طب، بوس امنيه. خليا دماغي هادشي كاع ديال المحكمه ولا ديال النسب، وما عمري ما كنت باغا نتابع الوالد ديالي انا بشي حاجه، وما عمري ما فكرت اصلا غنوصل انا وياه بحال كندعي مع با في المحكمه، حيت راه محشومه الدراري يبقاو مقابلين مع باهم في المحكمه. وكنتمنى ان شاء الله ما بقى اصلا ما بقى قد ما فات، كلشي ان شاء الله غيبان على حقيقته، وان شاء الله حتى هو يرجع لصحته بحال شحال هادي، ويبعدوا عليه الناس هذوك اللي كيبقاو يغيروا ليه دماغه بالهضره اللي ماشي هي هذيك. صافي السيد مريض، بعدوا منه وصافي، هادشي نقدر نقول.